بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة ما يصلي ركعتين خلف المقام فيعود إلى الركن فيستلمه، يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا فقال أحمد يعود فيستلم الحجر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ولا نعلم فيه خلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا من السنن التابعة للطواف، أنه إذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين تسميان بركعتي الطواف في أي وقت من ليل أو نهار، وإذا فرغ منهما وأراد السعي فإنه يرجع ويستلم الحجر الأسود ثم يذهب إلى السعي. هذا سنة إذا تيسر فهو سنة، أما مع شدة الزحام ومع الخطر لا شك أن فعل هذه السنة يتعذر فيها في أوقات الزحام. الناس لا يدركون الواجبات إلا بصعوبة، فكيف بتنفيذ السنة؟ الحاصل أن هذا السنة إذا تيسر فيفعله، وإذا لم يتيسر فإنه ليس بواجب. نعم. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه المسألة استلام الحجر قبل أن يذهب للسعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع كما في حديث جابر. حديث جابر هذا وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من خروجه من المدينة إلى رجوعه، وحديث طويل وعليه بني غالب أحكام المناسك، ومن جملته هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد ركعتي الطواف واستلم الحجر ثم ذهب للسعي. نعم. مسألة: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. السنة أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا، أي الباب الذي يخرج على الصفا من المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أيسر لمن يريد السعي، لأن الصفا يكون قريبا منه. وإن خرج من أي باب أو أتى الصفا من أي طريق فلا بأس. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه. نعم، البداية من الصفا، بداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة، يعني يبدأ من الصفا لأن الله تعالى بدأ به بالذكر، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فما بدأ الله به ذكرا يقدم فعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي بدأ بالصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. اتخذ العلماء هذا قاعدة في كل الأحكام، أن كل ما بدأ الله به فإنه يبدأ به، مثل ما قالوا في الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لأن الله
ذكر هذه الأعضاء متعاطفة بالواو: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعلماء يوجبون الترتيب بين هذه الأعضاء لأن الله رتبها بالذكر، كذلك السعي بين الصفا والمروة، الله رتب السعي بين الصفا بأن يبدأ بالصفا ثم بالمروة، كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، إن الصفا والمروة البداية بالصفا والنهاية بالمروة. نعم. وما يخرج إلى الصفا من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. الصفا المراد به طرف جبل أبي قبيس، مراد به طرف جبل أبي قبيس له الصفا، كما أن المروة المراد بها طرف جبل قعيقعان، لأن مكة المشرفة واقعة بين الأخشبين أي الجبلين العظيمين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، فالسعي بين الجبلين هذا هو المشروع، هذا هو الصفا وهذه هي المروة، ويجب أن يستوعب ما بينهما بالسعي، ما بين الصفا والمروة شرط لصحة السعي، فلو بدأ الشوط من دون الصفا أو أنهاه دون المروة لم يصح، لا بد أن يستكمل من الجبل إلى الجبل. أما الصعود فإنه سنة، صعود الصفا وصعود المروة هذا سنة ليس بواجب. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. على ظهر الصفا، إذا رقى على الصفا أو وقف تحته فإنه يكبر الله ويهلله ويدعو لما تيسر ويرفع يديه كما سبق، يرفع يديه بالدعاء على الصفا ويرفعهما أيضا على المروة. نعم. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. فلو بدأ من المروة، لو بدأ من المروة إلى الصفا فإن هذا الشوط لا يصح لأنه منكس ولا يحتسب. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، حتى رأى البيت، لأنه كان في الأول ليس هناك بنيان طويل يحجب البيت، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك بنيان طويل يحجب البيت، فكان الذي يرقى على الصفا يرى البيت، والآن أيضا بالإمكان أن يرى البيت من خلال الأعمدة والأبواب يرى البيت. نعم. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. هذا هو الدعاء الذي يقال على الصفا، هذا هو الذكر الذي يقال على الصفا: كبر الله 3 مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، ويقول لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا 3 مرات ويدعو خلال ذلك فيما تيسر من الدعاء مستقبلا للكعبة على الصفاء. هذا سنة، هذا الذكر سنة، ولو لم يدعو به فسعيه صحيح. نعم. وكان ابن عمر
رضي الله عنهما يقوم على الصفا فيكبر 7 مرات ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إن هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني عليه، اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن، ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب. نعم، هذا ابن عمر رضي الله عنه هو المعروف بحرصه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدعو على الصفا ويطيل حتى إن الذين معه وهم شباب يتعبون من إطالته رضي الله عنه. ابن عمر معروف بصبره وجلده على العبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بواجب، هذا الدعاء الطويل أو القصير أو المتوسط كله جائز، لو أطال الدعاء على الصفا وأطال الدعاء على المروة لا بأس، أو قصر أو لم يدعو أصلا اكتفى بالرقيعة والصعود على الصفا والصعود على المروة كفى هذا، إنما هذه تكميلات وزيادة فضائل لا سيما وقت الزحمات ووقت الخطر، ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه ويعرض نفسه للخطر، أما في وقت السعة فإن الإنسان لا يحرم نفسه من أداء السنن والتزود من الخير، أنه ما جاء إلا يريد الخير، ما جاء إلى مكة سافر إلا يريد الخير، فمهما أمكنه أن يتزود من الخير فإنه يفعل. نعم. ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب، كان إذا أتى المسعى سعى وكبر. مسألة. إذا أتى المسعى اللي هو بطن الوادي بين العلمين، يعني الذي بين العلمين، لأن الوادي لأن الوادي يخترق المسعى توجها للغرب، وكان منخفضا، كان بطن الوادي منخفضا عن جنوب المسعى وعن شماليه، كان منخفضا، كانت هاجر أم إسماعيل إذا جاءت إلى بطن الوادي تسرع من أجل أن تقطع الوادي، ثم إذا رقت إلى المروة مشت على هينتها حتى تصعد المروة، كذلك إذا نزلت من الصفا تمشي إلى أن تصل إلى بطن الوادي ثم تسرع في بطن الوادي من أجل أن تقطعه، فشرع الله ذلك للمسلمين في السعي، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ بطن الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام، حتى كان إزاره يدور على ساقيه من شدة السعي، يعني فيما بين العلمين، العلمان الآن علامة على بطن الوادي، على بداية الوادي ونهايته، العلمان الأخضران المنوران بنور أخضر أيضا، هذا مكان بطن الوادي، لكن الآن بطن الوادي دفن وردم وصار المسعى متساويا، لكنهم وضعوا العلمين إشارة إلى مكان بطن الوادي الذي يسعى فيه،
فهذا المسافة بين العلمين ينبغي للقوي أن يسعى فيها، بمعنى أنه يشتد في الركض. أما العاجز والكبير والمرأة والمريض فهذا لا يشرع له السعي، لأن هذا يضعفه. نعم. مسألة: ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. علمان الأخضران يعني. نعم. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. نعم. السعي سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ومجيئه من المروة إلى الصفا سعية أخرى، وهكذا إلى أن يكمل سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة سبعة أشواط. هذا قول جماهير أهل العلم. أما من قال إن الذهاب والمجي سعية واحدة، هذا خطأ. هذا قاله الإمام بن حزم رحمه الله وعدوه من أخطائه، أن ابن القيم تتبع كلام ابن حزم في الحج وبين ما فيه من الأخطاء، منها هذه المسألة، لأن ابن حزم رحمه الله لم يحج أيضا، ابن حزم لم يحج، لذلك حصل عليه بعض الأخطاء لأنه لم يطبق الحج عمليا. نعم. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم. هذا وصف السعي. قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا يقتضي أنه آخر طوافه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سعى على الصفة المذكورة، قال: خذوا عني مناسكه، بمعنى أنه كان يحتسب من الصفاء إلى المروة سعية ومن المروة إلى الصفاء سعية أخرى، إلى أن أكمل سبعة أشواط. فلما أكمل سبعة أشواط أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم، أن يقصروا من رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الإحلال، لأنه قد ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي يوم النحر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبقي صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يحلوا من عمرتهم وأن يحرموا يوم التروية بالحج فيكونون متمتعين، وهذا أفضل، تمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ولأنه تأسف من عدم تمكنه من التمتع بسبب سوق الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لا أحللت معكم ولجعلتها عمرة. فدل هذا على أمرين: الأمر الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم حج قارنا بسبب الهدي، والأمر الثاني أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف عليه وتمنى أن يكون قد تمتع. نعم. مسألة: يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
بدأ بالصفاء وقال أبدأ بما بدأ الله به، فيقتضي الترتيب لأنه أمر يقتضي الوجوب. فلو بدأ من المروة لم يحتسب هذا الشوط، لو بدأ من المروة إلى الصفاء لم يحتسب هذا الشوط، وإنما الصواب العكس، من الصفاء إلى المروة، هذا هو الصواب. نعم. فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فيبدأ بالصفا، وقال اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به. مسألة. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. نعم، المعتمر إذا طاف بالبيت سبعة أشواط، سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإنه يقصر من رأسه أو يحلق وتكون عمرته قد انتهت، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه هي العمرة. نعم. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، بل يبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قارنا. والقارن هو الذي قرن بين العمرة والحج لإحرام واحد، ودخلت العمرة، دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، هذا هو القارن. نعم. والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة مفردة، فإذا فرغ من أفعالها فقد حل. أفعالها الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدي. نعم. المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر من رأسه، ثم يلبس ثيابه ويتحلل، ويباح له ما كان محظورا عليه قبل ما بعد الإحرام، ثم إذا صار يوم التروية أحرم بالحج، هذا هو المتمتع، ويذبح فدية. نعم. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى يوم النحر، تدخل أعمال العمرة من أعمال الحج، وعليه فدية مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهداء فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. من كان معه هدي، يعني من ساق الهدي من الحل، هذا هو الذي يبقى على إحرامه ويكون قارنا. أما من لم يكن معه هدي فإنه أحسن أن يكون متمتعا. نعم. والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا. مسألة. وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم العيد، إذا رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه حلق رأسه فإنه يحل من إحرامه تحلل الأول، ثم إذا طاف وسعى تحلل تحلل الكامل. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل
حتى يحل منهما جميعا. نعم. مسألة. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي. نعم. الذي جاء بعمرة سواء في أشهر الحج أو في غيرها وهو لا يريد الحج وإنما يريد عمرة فقط ومعه هدي جاء به من بلده أو من الحل، فهذا إذا طاف وسعى للعمرة وحلق رأسه يذبح هديه، يذبحه بعد العمرة لأنه لا يريد حجا. نعم. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز. نعم. هدي الهدي في الحج السنة أن يذبح في منى، وأما الهدي في العمرة فالسنة أن يذبح في مكة. اللي معه هدي وجاي للعمرة في رمضان أو في غير رمضان إذا فرغ من العمرة يذبحه في مكة، ما يروح به المنى، يذبحه في مكة. كانوا في الأول يوم كان هناك سعة ولا هناك زحمة بنيان كانوا ينحرونه عند المروة، عند المروة يوم كان فيه سعة ليس فيه زحمة سكان، أما الآن فلا يمكن، يذبحه في أي مكان من مكة في المسالخ أو يخرج به خارج مكة داخل الحل يذبحه، لا مانع من ذلك في أي مكان، لكن ما يخرج به عن الحرم يعني عن حدود الحرم. نعم. فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز، يعني من داخل الأميال كله يجوز، كل ما كان داخل الأميال فإنه يجوز ذبح الهدي فيه سواء كان للحج أو للعمرة، لكن الأفضل أن ما كان للحج يذبح في منى وما كان للعمرة يذبح عند المروة يعني في مكة، هذا هو الأفضل، وإلا فكل ما هو داخل الأميال كله مكان للذبح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته فكان يحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا هو الدليل على أن الهدي ينحر في أي مكان من الحرم، قوله صلى الله عليه وسلم حجاج مكة طريق ومنحر يعني كلها صالحة للنحر، قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله يعني في الحرم يعني يصل إلى الحرم. نعم. أصل. وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر فيحل من إحرامه ليصير متمتعا. القارن الذي أحرم قارنا من الميقات أو مفردا للحج وليس معه هدي، أحرم قارنا وليس معه هدي أو أحرم مفردا وليس معه هدي، هذا الأفضل أن يحول إفراده أو قرانه إلى تمتع، يتحول إلى الأفضل وهو التمتع لأنه ليس عنده ما يمنعه وهو سوق الهدي، ليس معه ما يمنعه وهو سوق الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل هذا على أن الأفضل للأنساك هو التمتع، وعلى أن القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي الأفضل أن يتحول إلى التمتع فيطوفوا ويسعوا ويقصروا من رؤوسهم ثم يحلون من إحرامهم ويصيرون متمتعين، هذا هو الأفضل. وليس فسخ الحج إلى العمرة واجبا أو متعينا كما يقوله بعض العلماء، وإنما هو مستحب ليس بواجب. نعم. وأما القارن والمفرد فيستحب له إلى طاف وسعى، استحب له ما قال يجب عليه، استحب له. نعم. فيستحب له إلى طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا، وإنما يجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن لا يكون معه هدي. أما الذي معه هدي فهذا ممتنع أن يتحول إلى متمتع،
يلقى قارنا أو مفردا إلى أن يذبح الهدي. وإنما يجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن لا يكون معه هدي، فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أخذوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق معه هديا. رواه جابر وابن عباس وعائشة. وحج أحمد رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، لا يتأسف إلا على الأفضل، فدل على أن التمتع أفضل من القران. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع. وقال مسلمة ابن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة. إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك قولا عندي عقلا، أن لك عقلا. قد كنت أرى أن لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. لأن هناك من لا يرى فسخ الحج المفرد والقران إلى التمتع هي من العلماء. العلماء على ثلاثة أقسام: منهم من لا يرى ولا يجيز تحول من الحج المفرد أو القران إلى تمتع، ومنهم عمر بن الخطاب وأبو بكر، كثير من العلماء يرون هذا، يرون عدم فسخ الحج إلى العمرة. والنوع الثاني أو الطرف الثاني من العلماء يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد وغيره يرون وجوب فسخ الحج إلى العمرة. والفريق الثالث من العلماء يرى أن الأمر ليس واجبا وليس ممنوعا، ليس واجبا كما يقول جماعة وليس ممنوعا كما يقول جماعة، وإنما هو مخير، إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، لكن الفسخ أفضل، الفسخ هو المستحب. وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا لما أنكر عليه هذا العالم وكان من الذين يرون عدم الفسخ قال: كل شيء منك حسن يا أبا عبد الله إلا أنك ترى فسخ الحج إلى العمرة. فقال له أحمد رحمه الله: كنت أرى لك عقلا عندي فيها 18 حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك. فهذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده دليل واضح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من كان عنده أحاديث صحيحة إنه لا يأخذ بأقوال الرجال إنما يأخذ بالأحاديث. أتركها لقولك. نعم. نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم كلهم، ولم يأمرهم أمر إلزام وألزمهم بذلك، وإنما أكد عليهم تأكيد. نعم. وقال مسلمة ابن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا، كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. ولأنه فدل هذا على أن العالم يأخذ بالدليل ولا يأخذ بأقوال الرجال، وإن كانوا علماء كانوا فقهاء لا يأخذ بقولهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في فسخ الحج إلى العمرة، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، وابن عباس يراه ويذكر الحديث ويقول هذه المقالة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، يعني بفسخ الحج إلى العمرة، وتقولون قال أبو بكر وعمر بعدم الفسخ، دل على أن المجتهد ولو كان من أفضل الناس كأبي بكر وعمر ما دام الدليل على خلافه يجب الأخذ بالدليل، وهذا مجتهد مأجور على اجتهاده ولكن لا يتبع على ما خالف الدليل. نعم. ولأنه قلب الحج إلى العمرة أجاز دليله من لحقه الفوات. نعم، دليله من لحقه الفوات، يعني من أحرم بالحج جاء ليحج لكن ما وصل إلى مكة إلا بعد أن وقف الناس بعرفة، ما وصل إلا بعد أن طلع الفجر ليلة النهار، إيش يعمل هذا؟ فات في الحج، يتحلل بعمرة، تحلل بعمرة هذا الفوات، تحلل بعمرة ويقضي السنة القادمة، يقضي الحج في السنة القادمة. نعم. الشرط الثاني أن لا يكون قد وقف بعرفة، إن كان قد وقف بعرفة أدى الركن الأول فلا يجوز له الفسخ. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجوز له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة. نعم. مسألة: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة فيما سبق كله في الطواف والسعي مثل الرجل في أنها تطوف سبعة أشواط، وأنها تستلم الحجر أو وتقبله إن أمكن، تشير إليه إذا لم يمكن، وبأنها تصلي ركعتين بعد الطواف، وبأنها تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبأنها تقصر من رأسها بعد الطواف لأجل التحلل من العمرة، هي مثل الرجل في هذه الأمور كلها، إلا أنها لا يستحب لها الرمل في الطواف ولا يستحب لها السعي بين العلمين في السعي، لأنها ضعيفة ولا تتحمل، فمن أجل الرفق بها لم يطلب منها الرمل في الطواف ولا السعي بين العلمين نظرا لضعفها ولأنها عورة. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن في الطباع، لأن الأصل في الرمل والاطباع أمر الجلد وقوة، يعني لأن الاطباع والرمل إظهار للجلد وهو القوة، أما النساء فلا يطلب منها إظهار القوة، إنما الذي مطلوب منهم إظهار القوة الرجال، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة كما مر أن قريشا كانوا ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون ويظنون أنهم لا يقدرون على السعي على الرمل وليس فيهم قوة، أنهم يقولون أهوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم وأن يظهر القوة في أصحابه، ولما نظروا إليهم وهم يرملون قالوا هؤلاء كأنهم غزلان، يعني ما صار فيهم حمى ولا صار فيهم، فهذا فيه إظهار القوة، وأن المسلم مطلوب منه إظهار القوة، ولا يكون المسلم ضعيفا أو يتراءى أمام الأعداء بالضعف، ليكون يظهر القوة والجلد لأجل أن يغيظهم، وديننا ليس دين الضعف ودين الهوان، وإنما هو دين القوة ودين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وليس عليهن الطباع، لأن الأصل في الرمل والاطباع أمر الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاطباع تعرض للانكشاف
إحرام المرأة غير إحرام الرجل. الرجل يحرم بإزار ورداء والاطباع خاص بالرداء، المرأة عليها ثيابها ولا تطبع أنها عورة. نعم. باب صفة الحج. نعم. مسألة، وإذا كان يوم التروية، لما انتهى من بيان العمرة أراد أن يبين صفة الحج. صفة الحج. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة. إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن الذي تحلل من العمرة كما سبق يحرم بالحج في هذا اليوم. سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، يخرجون به إلى منى وإلى عرفة، لأنه ما كان في ذاك الوقت ما كان فيه مياه في منى ومزدلفة وعرفة، إنما يحملون الماء معهم على الإبل على المواشي، كانوا يتروون في اليوم الثامن لأجل خروج للمشاعر، سمي يوم التروية هو اليوم الثامن. فيحرم من تحلل من العمرة في هذا اليوم من مسكنه الذي هو فيه، سواء كان ساكنا في نفس مكة أو كان خارج مكة، يحرم من مسكنه، لأن الصحابة الذين تحللوا من العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح من مسكنهم، ولم يذهبوا إلى المسجد الحرام ويحرموا منه، ولم يطوفوا في هذا اليوم، وإنما أحرموا من مسكنهم وخرجوا إلى منى اليوم الثامن. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، أما الذي باق على إحرامه فهذا إنما عليه أن يذهب إلى منى، عليه أن يذهب إلى منى لأنه محرم من قبل. نعم. فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، يعني من منزله سواء داخل البنيان أو خارج البنيان. نعم. أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة خرج إلى منى يوم الثامن إلى منى، ويقيمون فيه بقية هذا اليوم وليلة التاسع، يصلون فيه الصلوات الخمس، يصلون فيه الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، هذا من سنن الحج، خروج في يوم الثامن والنزول في منى في اليوم الثامن، هذا من سنن الحج. فإذا صار اليوم التاسع وهو يوم عرفة ساروا من منى إلى عرفة. نعم. وإن أحرم من مكة في اليوم الثامن وراح العرفة ونزل فيها فلا بأس، لكنه يكون تاركا لسنة، وإلا الجواز يجوز أنه يذهب في اليوم الثامن وينزل في عرفة إلى أن يأتي الوقوف ويقف فيها، لكن تفوته السنة وهي النزول في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. وروى جابر يبدأ الوقوف على الصحيح بعرفة من زوال الشمس، من دخول وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر بدأ الوقوف، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وعند الإمام أحمد في رواية أنه يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة، ولكن الصحيح أنه يبدأ من الزوال يوم عرفة بدخول وقت الظهر، هذا هو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. فحجاج إذا زالت الشمس صلوا الظهر ركعتين وصلوا بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، يجمعون جمع تقديم مع
من أجل أن يتفرغوا للوقوف والدعاء إلى أن تغرب الشمس. نعم. وروى جابر فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. نعم. وروى جابر يجمع بينهما ويقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد العمرة. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان حج. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. نمرة خارج عرفة، نمرة بعد نهاية مزدلفة وقبل عرفة، قرية كانت قرية ثم خربت. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها أول النهار، ضربت له قبة يعني خيمة أو بيت من الشعر وقام تحته، هذا دليل على أن المحرم يستظل بالخيمة والبيت سقف السيارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه القبة واستظل فيها عليه الصلاة والسلام. فنزل فيها الضحى، فلما زالت الشمس رحل من نمرة إلى بطن عرنة الوادي، إلى بطن الوادي، صلى به الظهر والعصر، ثم خطب صلى الله عليه وسلم، خطب خطبته المشهورة، علمهم مناسك الحج وأبطل عوائد الجاهلية وأوصى بالنساء خيرا، ثم يعني خطب أولا لما وصل إلى الوادي خطب وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ من الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين. فلما فرغ من الصلاة ركب راحلته وذهب إلى الموقف، إلى عرفة، ذهب إلى الجبل، جبل الرحمة، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وقف عند الصخرات الكبار وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب في عرنة وصلى ووقف بعرفة هذا اليوم، نزل بنمرة وصلى بعرنة وهو الوادي ووقف بعرفة، فالوقوف بعرفة. نعم. فإذا استطاع الحاج أن ينفذ هذه السنن هذا طيب، أما إذا لم يستطع وذهب إلى عرفة على طول من أول النهار فلا بأس في ذلك، ذهب إلى عرفة ولا جاء نمرة ولا جاء عرنة، ذهب إلى عرفة على طول ونزل، هذا لا بأس، وخاصة في هذا الزمان وقت الزحام والخطر، فالتيسير في هذا مطلوب، وأن الحاج يذهب إلى عرفة من مجيئه من منى على طول، ينزل فيها يستريح فيها أول النهار، ثم إذا زالت الشمس صلى صلاتين ثم تفرغ للوقوف. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له الناقة اسمها القصواء. نعم. فأتى بطن الوادي فخطب الناس بطن وادي عرنة. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء. نعم. الذي يقصر الصلاة سواء في الحج أو في غيره لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل قبلها ولا بعدها إذا قصر، إنما يكتفي بالفريضة مقصورة. ولهذا يقول ابن عمر
رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة. فالذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة، ليس من السنة أن يصلي الراتبة. أما أنه يتطوع في النوافل في الليل ويوتر لا بأس، تهجد بالليل طيب لا بأس، رسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في السفر، يصلي صلاة الليل ويوتر. أما الرواتب اللي مع الفرائض هذه لا يفعلها الذي يقصر الصلاة إلا ركعتي الفجر. ركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا، يعني الراتبة التي قبل الفجر هذه يأتي بها المسافر وغيره، لا تترك. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء ثم ركب ولا بعدهما، لا بينهما ولا بعدهما. نعم. ثم ركب ولا قبلهما. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. هذا هو السنة، إن الذي يقف بعرفة وقت الدعاء يستقبل القبلة، يستقبل الكعبة ولا يستقبل الجبل، لأن بعض كثير من العوام يرون أنه لا بد من مشاهدة الجبل، لذلك يسمون الوقوف المشاهد. هذا غلط، ما هو مشاهد، الجبل لا يشاهد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف خلفه وجعله بينه وبين القبلة، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وكذلك بقية الحجاج في أي مكان من عرفة يستقبلون القبلة وقت الدعاء ولو كان الجبل خلفهم، ووقوفهم تام وصحيح ولو لم يروا الجبل، لو لم يروه ولم يعرفوه وقوفهم صحيح. نعم. بعض الحجاج يرى أنه لا بد يشاهد الجبل، وإن ما شاهد الجبل ما صح حجه. وبعضهم يروح من مسكنه وله في أقصى عرفات وقت شدة الحر وضربة الشمس، يروح من خيمته ويروح للجبل، لازم يصل الجبل، وربما يكون معه مرضى ومعه نساء يروح بهم للجبل. هذا غلط كله، هذا ليس مشروعا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، لم يستثني إلا بطن عرنة، بطن الوادي فقط. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. نعم. من وقف بعرفة في النهار إنه لا يجوز له الانصراف منها حتى تغرب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم وعليه فدية، لأن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف واجب. أما من جاءها بعد غروب الشمس فإنه يكفيه الوقوف فيها ولو قليلا، ولو مر بها مرور يكفيه هذا، لو مر بها مجرد مرور بعد غروب الشمس اخترقها خرج منها يكفيه المرور، وإن جلس فيها جلوسا طويلا أو قليلا أجزاه ذلك. والوقوف في الليل يكفي منه أدنى شيء، أما الوقوف في النهار فلا بد أن يستمر إلى غروب الشمس. نعم. استقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. سبق لنا أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من أجل أن يتفرغ للوقوف، وأما الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة فهو جمع تأخير، يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء بعد ما يصل إلى مزدلفة، جمع تأخير، هذا هو السنة في الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، يعني جمع تأخير. نعم. في أذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. مثل ما سبق أن الذي يقصر لا يصلي نافلة مع الفريضة. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر
الأفضل في هذه الليلة ليلة مزدلفة أن ينام، أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن ينام ولا يتهجد إلا الوتر. الوتر يقوم ويوتر إن شاء أوتر أول الليل قبل ينام، وإن شاء أخره إلى آخر الليل. فالأفضل أنه ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن يأخذ راحته، من أجل أن يأخذ راحته بعد الوقوف، ويستعد أيضا للنفير إلى منى ورمي الجمرة وأعمال الحج يوم النحر تحتاج إلى قوة. فإذا كان نائما الليل حصل له قوة وأدى المناسك بقوة، أما إذا سهل الليل وأتعب نفسه فإنه يحصل عليه ضعف ويحصل عليه عجز في أداء المناسك. نعم. فالسنة في ليلة مزدلفة النوم. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. نعم، نام إلى أن طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب. السنة في مزدلفة التبكير بصلاة الفجر، حين يطلع الفجر صلي على طول ولا يسفر بالفجر، من أجل أن يتفرغ للوقوف في مزدلفة والدعاء، لأنه بعد الفجر سيقف ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، فيبادر بصلاة الفجر في أول وقتها من أجل أن يتفرغ للدعاء. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا الله. المشعر الحرام هو الجبل، جبل قزح، الجبل الصغير الذي عليه المسجد الآن، هذا المشعر الحرام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في منزله بمزدلفة ذهب إلى المشعر، إلى الجبل، ودعا عنده وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني إن شئت تذهب إلى الجبل تدعو عنده فهذا مستحب، وإن وقفت في مكانك في مزدلفة في أي مكان منها ودعوت هذا يكفي أيضا. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، عملا بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام، والمشعر هو الجبل، وعنده يعني في مزدلفة، يعني في رحاب مزدلفة. نعم. ما قال على المشعر الحرام قل الله على المشعر، بل قال عند المشعر الحرام، من أجل يعني أن كلمة عند تشمل كل مزدلفة. نعم، كلها يصدق عليها أنها عند المشعر الحرام. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى السنة الدفع إلى منى من مزدلفة أن يدفع قبل طلوع الشمس، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، إن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون إلا بعد إشراق الشمس، خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس، وقال: خالف هدينا هدي المشركين، كان المشركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل المطل على مزدلفة من الشرق، الجبل المطل على مزدلفة من الشرق يقال له ثبير، وكان المشركون لا ينصرفون من مزدلفة حتى يضرب شعاع الشمس على ذلك الجبل، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما ننفر. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، تحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى. بطن محسر هو الفاصل بين مزدلفة ومنى، وادي يفصل بين مزدلفة ومنى، بداية منى ونهاية مزدلفة، عليه علامات الآن بداية محسر ونهاية محسر، فهذا الوادي إذا بلغه أسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أسرع،
وهو مكان العذاب، الوادي هذا مكان العذاب الذي نزل على أصحاب الفيل أبرهة ومن معه الذين جاءوا لهدم الكعبة، نزلوا في هذا الوادي. فلما أرادوا أنهم ينفذون ما جاءوا من أجله وهو هدم الكعبة، حرن الفيل ولم يتحرك، وكانوا يضربونه ليتحرك فلا يتحرك. فإذا أقاموه ووجهوا إلى غير مكة هرول، وإذا أرادوا منه التوجه إلى مكة فإنه يبرك، حبسه الله سبحانه وتعالى. وبينما هم كذلك إذ جاءتهم طير من قبل البحر، أسراب طير من قبل البحر، فحصبتهم بالحجارة، حجارة معها في مناقيرها وأرجلها، حصبتهم بها، وكانت الحصات تضرب الرجل مع هامته وتخرج من أسفله، حتى أبادهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم في هذا الوادي. وأنزل الله سورة الفيل، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم جاءوا ليهدموا الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات فروق، فرقان من الطير جاءت من قبل البحر، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من النار، فجعلهم كعصف، يعني كالتبن، كعصف مأكول، تبن إذا أخذ سبله وديس يصبح متكسر ومتحطم. هم صاروا كذلك، أجسامهم صارت مثل التبن والعياذ بالله، تحطمت فيما أصابها من العذاب. فهذا موطن عذاب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إليه يسعى، كما أنه لما جاء إلى موطن العذاب في ديار ثمود بلاد الحجر أسرع صلى الله عليه وسلم، قنع رأسه وأسرع. كان صلى الله عليه وسلم لا يطمئن في مواطن العذاب، بل يسرع فيها ولا يجلس فيها ولا ينبسط فيها. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، قدر رمية حجر، يقولون قدر رمية حجر، هذا بطن الوادي. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، طريق الجمرات، سمى الآن طريق الجمرات اللي أدي إلى الجمرة. نعم. يخترق منها من الوسط، هذا طريق الجمرات. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. نعم. يكبر مع كل حصاة منها. أول ما يصل الحاج إلى منى، أول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة، هذا هو السنة. السنة أنه ما يعمل شيء إذا وصل إلى منى قبل الرمي، لا يحلق رأسه ولا يذبح الهدي ولا يعمل أي شيء قبل الرمي، لأن الرمي تحية منى، الرمي تحية منى، إذا وصلها يبدأ بالرمي. والذي يرمى في هذا اليوم جمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، آخر الجمرات مما يلي مكة، تسمى جمرة العقبة لأنها كان عندها جبل مصعد، سمى العقبة. نقف عندها وصول إلى جمرة العقبة. أو المعتمر بالطواف أن يصل إلى الحجر الأسود، وفي السعي إلى أن يصعد على المروة في الشوط السابع. نعم، الشوط السابع، نعم، لابد من الطواف أنه ينتهي بالحجر، وكذلك الشوط السابع في السعي لابد ينتهي إلى المروة، لابد من أن ينتهي إلى المروة، لأن السعي بين الصفا والمروة واجب، لابد من استكماله بسبعة الأشواط، فلو أنه أنهى السابع دون المروة ما صح له هذا الشوط، بقي له شوط واحد، صح له ستة أشواط وبقي السابع يجيبه، لازم يكمله. كذلك لو أنه قطع الشوط السابع من الطواف قبل أن يصل إلى الحجر ما صح له إلا ستة أشواط، لازم يكمل السابع إلى الحجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة للإسراع بالمشي بين العلمين؟
الأصل فيها أن هاجر أم إسماعيل لما كانت تطلب الماء لابنها كانت تصعد على الصفا تشوف لعل حولها أحد أو جاي أحد معه ماء فلتلتمس الغوث، وإذا نزلت من الصفا ما شافت أحد راحت لما المروة لما الجبل الثاني، فإذا هبطت في الوادي اختفت فهي تسرع من أجل أن ترتفع تشوف الناس، لأنها إذا هبطت ما تشوف أحد في بطن الوادي، فهي تسرع لتقطع الوادي من أجل ترتفع وتشوف الناس من شفقتها على ابنها. فعلت هذا 7 مرات بين الصفا والمروة تلتمس لعل أحد. لما صعدت على المروة في النهاية جاء جبريل عليه السلام وسمعت صوته، وجبريل بحث عند الكعبة بحث بجناحه فخرج الماء ماء زمزم، هذا الماء الذي باركه الله عز وجل ولا يزال ولله الحمد ماء مبارك من خطة جبريل عليه السلام، وإلا كان هذا الوادي ليس فيه ماء ولا يعرف فيه الماء إلا إن كان من السيول فقط، أما الماء المعين أو العذب أو الماء العد ما في شيء، ما في شيء غير زمزم. خطة جبريل عليه السلام بأمر الله. نعم. فشرع الله هذا السعي، شرع الله هذا السعي من ذاك الوقت إلى أن تقوم الساعة، لأنه طلب للغوث، ونحن نطلب الغوث من الله ونطلب الرحمة ونطلب المغفرة، نحن مثل أم إسماعيل في الحاجة إلى الله عز وجل، هي فعلت هذا تستغيث بالله عز وجل وأغاثها الله، فنحن كذلك نفعل هذا من أجل أن نستغيث بالله ليغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا. نعم. هل يؤخذ من فعل هاجر من السلام مشروع؟ يؤخذ من تشريع الله، ما هو من فعل هاجر، الله جعله شرع، الله سبحانه أحب هذا، أحب هذا الفعل وجعله شرعا لعباده، فالمأخذ من تشريع الله عز وجل. نعم. ما يشرع السعي بين العالمين النساء؟ نعم. السعي لا ما يشرع للنساء لأنهم ضعيفات، أنهن ضعيفات. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به النساء، الرسول ما أمر به النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعو الإنسان بعد الشوط السابع؟ نعم يدعو مثل ما بدأ، النهاية مثل البداية تماما، يصعد على المروة ويدعو في آخر شوط ثم ينتهي من السعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يذهب إلى الحجر الأسود بعد فراغه من ركعتي الطواف؟ ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذهب وقال خذوا عني مناسككم، فها يفعله ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فماذا قال الله، أي كيف بدأ الله حتى نبدأ؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ الله بالصفا في الذكر فنحن نبدأ به في العمل، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في الذكر. نعم. نعم. إنه يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يقرأ الآية. نعم. لا في البداية، البداية حينما يخرج مع باب الصفا للسعي. نعم. يشرع له أن يقول أبدأ بما بدأ الله؟ إذا قاله طيب، إذا قاله امتثالا طيب. لا، الشوط الأول حينما يخرج من باب الصفاء للسعي، إذا خرج للسعي يقول يقرأ الآية بالبداية فقط. نعم. قل فضيلة الشيخ أثابكم الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلماذا لا يؤخذ بقول أبي بكر وعمر فسخ الحج إلى العمرة؟ لأنه اجتهاد منهما وهو مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ظنوا، يعني فيه من يرى أن
أن الأمر بفسخ الحج والعمرة خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا أن هذا خاص بمن حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أنه ليس بخاص وإنما هو عام للأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف بعد أن ذكر التمتع ثم قال في نهاية المسألة: والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم خلافها. نعم. قال المؤلف بعد أن ذكر التمتع ثم قال في نهاية المسألة: والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم خلافها، فقد ذكرتم الخلاف في ذلك. نعم، يقصد بين الأصحاب، بين الحنابلة، يقصد بين الحنابلة، لا أعلم فيه خلافا بين الحنابلة، لأنه يتكلم عن المذهب الحنبلي أو يتكلم عن مذاهب العلماء. نعم. فضيلة الشيخ، هل من حكمة تلتمس في مشروعية سوق الهدي؟ تعبد لله سبحانه وتعالى. حكمة في سوق الهدي من الحل أو من البلد الذي يأتي منه، هذا تعبد لله عز وجل، عبادة. الله شرع ذبح الهدي وذبح الأضاحي وذبح العقيقة كما شرع الصلاة، وأمر بإخلاصهما لله، قال تعالى: فصلي لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالهدي عبادة لله عز وجل، نسك. نعم. نعم. لا، مجرد النية لا يكفي، لا بد يسوقه معه من الحل، يعني لو شراه من الطريق قبل أن يدخل في الحرم يعتبر هدي. نعم، يعتبر هدي، أو ساقه من بلده. نعم. إذا ساقه يسمى هدي، لكن ما يمنع من فسخ الإحرام ليشرى من الحل لا يمنع من التحلل بالعمرة، إنما الذي يمنع من التحلل بالعمرة هو الذي جاء من الحل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه اختيار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومداومتهما طول حياتهما على الإفراد؟ أوليس لهما دليل؟ وماذا كان موقف الصحابة منهما آنذاك؟ وجهة نظر من لا يرى فسخ الحج إلى العمرة كعمر بن الخطاب، كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، أن يكثر زوار البيت على مدار السنة، لأنهم إذا أخذوا العمرة مع الحج معناه أنهم سيقلون في أثناء السنة ولا يأتي للبيت زوار، أما إذا أفردوا الحج في موسم الحج فإنهم سيأتون للعمرة على مدار السنة. هذه وجهة نظر من منع فسخ الحج إلى العمرة، يريدون أن المجيء إلى البيت يتكرر، لكن ما لا شك أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الواجب الأخذ به، وهذا التعليل ظهر أنه ما هو صحيح، لأن حتى لو أن الناس فسخوا الحج إلى العمرة فالبيت لا يتعطل، بل الناس يتلهفون لزيارة البيت في كل وقت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ما أحد يشبع من البيت أبدا، وكل واحد منا وكل واحد من المسلمين في أقطار الأرض لو حصل له ما يقف إلا عند البيت. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فعله صلى الله عليه وسلم لصلاته في مزدلفة هو الأفضل من الصلاة في المسجد؟ نعم. هل فعله صلى الله عليه وسلم لصلاته في مزدلفة هو الأفضل من الصلاة في المسجد؟ ما كان هناك مسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ما كان في مزدلفة مسجد، وإنما بني هذا المسجد متأخرا، وما كان هناك مسجد، ما كان فيه إلا مزدلفة والجبال فقط، هذا المسجد بني بعد ذلك، وليس في الصلاة فيه فضيلة، ليس في الصلاة فيه خاصة فضيلة، بل هو مثل مزدلفة في الفضيلة، كل المسجد وغيره من حجاج مزدلفة كله سواء في الفضيلة، من صلى في أي مكان من مزدلفة الفجر فقد حصل على الفضيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، متى تقصر المرأة شعرها؟
هل عند انتهائها من الطواف أم بعد السعي؟ وكيف تأخذ من شعرها؟ لا، ما يجوز تقص من شعرها بعد الطواف لأن ما أكملت العمرة، ما تقص من شعرها إلا إذا خلصت السعي. إذا خلصت السعي تقص من رؤوس الشعر على قدر أنملة، إن شاءت تقص في السيارة أو في خارج المسعى حيث لا يراها الرجال، وإن شاءت تقص في منزلها، الأمر في هذا واسع. نعم، وإن شاءت تقص في الطريق، لأن الحلق والتقصير لا يتعين لهما مكان، يجوز أن في أي مكان. نعم. وفضيلة الشيخ، ما معنى الطباع؟ سبق الطباع معناه أنه يخرج كتفه وعضده الأيمن، هذا الطباع، يعني يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مكشوفا مع العضد، من أجل أن يتمكن من الرمل والإسراع في الرمل وإظهار القوة، هذا هو الاضطباع. اضطباع إخراج الضبع وهو الكتف، كتف يسمى ضبع. نعم. ها؟ سنة، سنة في طواف العمرة، طواف القدوم. نعم. هو الصحيح، نعم، الصحيح أن الحجاج يتمون مطلقة سواء من أهل مكة أو من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة في عرفة أن يتموا، وإنما أمرهم بذلك في حجة في غزوة الفتح، لما صلى بهم في مكة قال لهم يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، هذا في مكة، أما في عرفة فلم يأمرهم، دل على أن الحجاج كلهم يقصرون الصلاة من أهل مكة وغيرهم. نعم. لا، القصر من أجل السفر، من أجل السفر. نعم. لا شك أنهم إذا خرجوا إلى عرفة يعتبرون مسافرين، لأن عرفة بعيدة مسافة. نعم. نعم. عرفة في ذاك الوقت كان يحمل لها الزاد والمزاد من مكة قبل تطلع السيارات، وقبل كانت مسافة بعيدة تحتاج إلى زاد ومزاد واستعداد، كانت بعيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي صفة رفع اليدين عند الصفا؟ وهل يقرأ قول الله إن الصفا والمروة إلى آخر الآية وهو واقف أو وهو يمشي؟ يقرأ الآية حينما يخرج من الباب قاصدا الصفا، حينما يخرج من باب المسجد قاصدا الصفا يقرأ الآية. أما إذا صعد على الصفا فإنه يرفع يديه كرفعه في الدعاء، هكذا يرفع يديه هكذا رفعه في الدعاء ويدعو الله على الصفا، وكذلك على المروة. نعم. إيه، يجلس على الصفا لازم يكون واقف، ما يخالف إذا دعوه يمشي، ما يخالف لا بس. لو دعا كل الشوط وهو يدعو طيب، شغل الشوط لذكر الله والدعاء طيب. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون إدخال الحج على العمرة؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ إدخال الحج على العمرة إذا أحرم بعمرة وقبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في طواف العمرة ينوي إدخال الحج عليها، أحرم بعمرة من الميقات ثم بداله أنه يدخل الحج عليها ويصبح قارن، لا بأس، قبل أن يشرع في الطواف لا بأس. هذه مسألة. المسألة الثانية الحائض والنفساء، إذا أحرمت بالعمرة ثم أصابها الحيض أو الولادة ثم جاء يوم عرفة وهي لم تطهر، جاء يوم عرفة وهي لم تطهر، فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصبح قارنة. وكذلك المريض لو أحرم بالعمرة ولما وصل إلى مكة مرض ولم يتمكن من أداء العمرة حتى جاء يوم عرفة، هذا يحرم بالحج ويدخله على العمرة ويصير قارن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في يوم عرفة؟ عشية عرفة. نعم، ورد أن الله ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا
من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا نزول إلهي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال. من صفات الأفعال. نعم. وفضيلة الشيخ أتابكم الله، هل الأفضل الدعاء في كل الوقت بعد الصلاة، أم يكون هناك وقت لطرح موضوع تذكير وتوزيع ماء وسقاية الحجاج؟ نعم. هل الأفضل الدعاء في يوم عرفة في كل الوقت بعد الصلاة، أم يكون هناك وقت لطرح موضوع تذكير أو توزيع ماء وسقاية الحجاج؟ لا بأس بهذا كله، إنه يدعو الله في يوم عرفة، في الوقوف بعرفة يدعو الله، ولا بأس إنه يعمل الحاجات التي يحتاج إليها هو أو رفقاؤه من سقي الماء أو طبخ الطعام أو غير ذلك، يعمل الحاجات اللي يحتاج إليها هو أو رفقته مع الدعاء، يدعو الله وهو يعمل شيء طيب. ولكن كل ما تفرغ للدعاء واستقبل القبلة يكون أفضل، أما إذا دعا وهو يشتغل هذا طيب، يجمع بين المصلحتين دعاء وشغل اللي يحتاج إليه هو ومن معه من سقي الماء أو طبخ الطعام أو نصب الخيمة أو غير ذلك من الحاجات، ما في مانع. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم، بل حتى لو احتاج إلى النوم الكون متعب ونام لا بأس، ويحتسب له الوقوف، لأن وجوده في عرفة هو الوقوف، سواء كان نائما أو مستيقظا أو ساكتا أو داعيا، وجوده في عرفة يحتسب، وهو محرم يحتسب وقوفا له ولو كان نائما. نعم. الآن في عرفات مخيمة كثيرة، بعضهم يكون مخيم ويكون خطيب، هل يقتدى الخطيب العام وإلا يجوز؟ تكفي الخطبة العامة التي يقيمها نائب الإمام، تكفي هذا، سواء سمعوها أو ما سمعوها، السنة تتأدى في هذه الخطبة التي يخطبها نائب الإمام سواء سمعوها أو لم يسمعوها، لكن إذا سمعوها يستفيدون طيب. نعم. ما ورد هذا أن نتعدد الخطب، ما ورد هذا أن نتعدد الخطب، هذا خلاف السنة. ولكن إذا وعظهم موعظة، وعظ جماعة موعظة، ما هي بخطبة، موعظة لا بس. أما على أنه على شكل خطبة يقصد بهذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا، هذا خلاف السنة. رسول ما أمر الحجاج كلهم يخطبون أو يقيمون خطب، إنما يكفي خطبة الإمام أو نائبه سواء سمعوها أو لم يسمعوها. نعم. خطأ هذا، يقرأها في كل شوط هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأها في كل شوط، وإنما قرأها عندما خرج إلى الصفا فقط، هذا يعتبر خطأ هذا. لا، ما في السعي، ما فيه الطباع، الطباع في الطواف فقط، طواف العمرة فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.